الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. اسلامی و دینی بھائیوں، عزیز طلبہ اور محترم اساتذہ کرام، ملت کی ماؤں اور بہنوں، پچھلے جمعے کے خطبے میں